حاجات في حياتها او الى اخره. هو على حق، وزي ما قلت انا من شويه هو برضو متزمت. انا هسألك سؤال، انت اتفضلي. صورت مدام لولا مراته؟ صورتها؟ انت عاوزين اجاوب على السؤال ده؟ اه للاسف ما صورناهاش، ما صورتهاش. وللاسف هو رفض. رفض؟ اه شفت ازاي؟ اه مش رفض يا مدام نبيله، خليني اقولها بشكل مهذب، اعتذر. ايوه لان هو الشخصيات اللي هو بيقدمها يعني ايه، يعني هو عنده كم كبير جدا من الانماط مختزنه وبيطلعه في قصصه ورواياته، ولكن هو كشخصيه ها في بيته تلاقيه متزمت في تصرفاته، متزمت، وبدليل انه رفض ان قصه حياه والدته نعم. انها تتعمل كفيلم. طب ليه من غير اسئله؟ قال لي مش عاوز، يعني عنده تحفظات شديده جدا 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 على حياته الخاصه.